خلينا نستكمل مع بعض لقاءاتنا واحتفالات الأهلوية من داخل فرع التجمع. معانا هنروح لمريم سميح ولقاء مع الكابتن الكبير معشوقنا كلنا الكابتن أحمد ناجي. اتفضل يا مريم. لسه مكملين معاكم طبعا لقاءاتنا الحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، بنرحب بكم، نرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي. ولسه في اصداء افتتاح الفرع الرابع للنادي الاهلي الكيان العظيم، فرع التجمع الخامس. ودلوقتي طبعا يسعدنا ان احنا يكون معانا نجم منتخب مصر والنادي الاهلي كمان كابتن احمد ناجي، وايضا امين احمد ناجي، بنرحب بيكم على شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن احمد منورنا ومشرفنا على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بيكم، واهلا وسهلا بافتتاح مقر جديد للنادي الاهلي، حاجه فخر لكل الاهلاويه والمنتمين للنادي الاهلي. مينا بنرحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي، منورانا ومشرفه. اهلا بيكي ومبسوطه قوي ان انا النهارده موجوده في افتتاح الجميل ده. كابتن احمد، يوم بعد يوم النادي الاهلي بيثبت قد ايه ان هو كيان عظيم جدا، شايفين تحضيرات كبيره جدا، النادي الاهلي غير اي مؤسسه اخرى، الناس كلها بتحتذي بالمثال ده. شايف النهارده افتتاح الفرع الرابع للنادي الاهلي ازاي، وشايف كمان التحضيرات اللي سبقت هذا الافتتاح ازاي؟ لا جهد كبير جدا مضني يعني على مدار 3 سنين. بشكر الكابتن محمود ومجلس الاداره على يعني العظمه اللي اتعملت دي، ملاعب لكل الالعاب، حمامات سباحه، اماكن ترفيهيه للاطفال، لا 50 فدان معمول عليهم شغل كبير جدا، بيضيف صرح جديد للرياضه المصريه. اتمنى كمان ان شاء الله يكون اللي قادم افضل، وفروع اخرى واماكن اخرى ان شاء الله. كابتن احمد، يمكن دايما لفتات طيبه جدا بنشوفها من مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب النهارده حرص ان هو يكرم كل من كان له يد، ان هو يعني صنع فرق في الفرع ده، عمال، صناع، كل الناس اللي شاركت من اصغر عامل لاكبر حد في المكان، يمكن تم اهداء ليهم دروع تكريم. شايف ازاي اللفته دي دايما بيحصل كده في كل مجالس اداره النادي الاهلي مش بس المجلس الحالي؟ لا طبعا، هي مساله ان انت تبقي بتدي الناس حقها يعني اللي عرقوا وتعبوا. لفته طيبه جدا من الكابتن، انه يعني هو ما بيحبش ياخد اللقطه، يعني بيحب يدي لكل الناس اللي اشتغلت واللي تعبت، وعايز يقول للناس ان احنا كمان لو بنبتدي مشاريع جديده انتوا هتكونوا في صداره المكرمين. يعني هي مسج للناس اللي هي اشتغلت والناس اللي هتشتغل ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله. كابتن احمد، ما ينفعش تكون معايا وما اسالكش بقى تكليف جديد من كابتن محمود الخطيب المشرف على مدربي طبعا يعني حراس المرمى بقطاع الناشئين، مسؤوليه اكيد حضرتك قدها، نجم كبير في هذا المجال، يعني وعايزين نعرف منك اكتر عن الخطوات المقبله في هذا التكليف. لا طبعا هي مهمه، يعني بالنسبه لي انا كانت يمكن بحسبها من اهم المحطات في حياتي، ومكرس لها كل اللي جاي من حياتي. وانا يعني دايما الناس هتقول اني ببالغ، ان النادي الاهلي هو سبب كل حاجه حلوه احنا فيها، ف يعني رد الدين، وانا موجود في القطاع ان شاء الله، عشان حاجات كتير جدا في دماغي وحاجات كتير انا برتبها ان شاء الله للقادم ان شاء الله، ويكون القادم افضل ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد، قبل ما اروح لامين عايز اسالك بقى رايك في الكونتنت بتاع تيك توك، الفيديوهات دايما اللي بنشوفكم بتعملوها، يعني عموما شايفه تشجيع كبير من حضرتك طبعا لامينه، ويمكن كل الناس وهي داخله عمالين يقولها بنتابعك على طول على تيك توك، رايك ايه قبل ما اروح لامينه؟ بقيت مشهور اكتر مني. لا امينه يعني دي بنت قلبي يعني، وانا بستمتع معاها، هي اللي سايقه الموضوع ده على فكره، وهي اللي بتفكر فيه، وانا ما كانش عندي اي يعني، بالعكس يعني انا بحس ان الوقت اللي انا بقضيه معاها او بنهزر فيه او بنبعت مسج لحد او اي حاجه، ده وقت حلو قوي بالنسبه لي، وطالما هي مبسوطه خلاص انا ببقى مبسوط يعني. أمينة، عايز أعرف بقى تعليق على كلام كابتن أحمد، زي ما أنا بقول يمكن كل الناس استقبلتك، مبسوطين قوي بالفيديوز اللي أنتوا بتعملوها، يعني كلميني أكتر عن الكونتنت قبل ما أخد رأيك كمان في افتتاح النهاردة الفرع. مبسوطة قوي من ردود الفعل، هي كل حاجة بعملها عفوية، بقالي كتير ما تجمعتش في تجمع في ناس كتير قوي كده يعني، وكلهم بقى النادي الأهلي فكلهم أهلاوية يعني، فكلهم محبين الحمد لله، والحمد لله في الأغلبية بيبقوا محبين يعني، بس اتبسطت قوي كده، انا لما دخلت عملت دوشه في المكان. ان بابا بقى يقول لي مش اسكتي، مش ان انا قاعده بسلم والناس عامله دوشه، ف
فردود الفعل حلوه يعني، انبسطت يعني ان هم حابين الكونتنت يعني. هو حاجه عفويه يعني، مش قصدي اي حاجه غير ان انا مبسوطه بعمل حاجه انبسط فيها زي ما بابا بيقول يعني. قولي له ايه قال لك بنت قلبي وفي ظهرك ودايما بيدعمك شايفينه ومحوط عليكي من اول ما دخلتوا الفرع النهارده، يعني لفته جميله ما بين الاب وبنته، تقولي له ايه النهارده؟ والله اقول له ربنا يخليك ليا يعني، انا هو يعني احلى حاجه في حياتي بجد والله. ويعني انا جيت النهارده، انا كنت جايه لوحدي، مش هو جاء قبلي، فالمفروض يعني كنت جايه فاكره اقعد ورا في اخر الدنيا، فلقيت في كرسي جنبه قاعد ومفضي لي كرسي وهقعد جنبه واقفه معاه، فبسطت قوي يعني. والناس كلها مهتميه ان انا اروح واقعد قدام، والناس بتسلم عليا، فحسيت ايه ده، في ايه، فبسطت قوي يعني. هم بيحبوني على محبتهم ليه يعني، فبسطت قوي. بقى تقولي ايه النهارده عن افتتاح الفرع؟ انا مبسوطه قوي ان كل حاجه النادي الاهلي بيعملها بتكون بيرفكت بجد يعني. زي ما بقول لك انا جايه النهارده لوحدي، هو جاء قبلي، فكنت خايفه قوي ومتوتره وعماله اكلمه ان انا مثلا مش عارف هتزنق بره، مش عارف اخش الباركينج. كل حاجه كانت سهله قوي، بسيطه قوي، متنظمه جدا، كل حاجه نظام فظيع، فكل حاجه بيرفكت فعلا، كل حاجه بتتعمل بنظام. المكان والحمامات السباحه والملاعب وفي اكوا بارك كمان، وفي اكوا بارك جدا بجد جدا، نادي رائع، وبنصح الناس كلها انها تيجي يعني. كل حاجه رائعه، وكل اللافتات الانسانيه اللي حصلت جميله، والحفله جميله بجد، كل حاجه حلوه قوي. نورتينا وشرفتينا يا امينه. ميرسي قوي. شكرا كابتن احمد، نورتينا وشرفتينا، دايما تشرفنا على شاشه قناه النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي فوق الجميع. شكرا جدا. طبعا زي ما انتم تابعتوا معانا، ده كان لقائنا مع كابتن احمد ناجي وامينه احمد ناجي. شفنا لقاء عفوي الحقيقه ما بين اب وبنته قبل اي يعني ما يكونوا في اي بوزيشن، قبل ما يكونوا بيمثلوا اي حاجه داخل النادي الاهلي. هو لقاء عفوي جدا ما بين الاب وبنته، شفنا قد ايه في دعم، وطبعا تعليقهم على افتتاح الفرع الرابع للنادي الاهلي، فرع التجمع الخامس، شفنا قد ايه بيشيدوا بكل المجهود اللي تم بذله طبعا من قبل كل القائمين على منظومه النادي الاهلي. لسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا الحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس. شكرا لك يا مريم على هذا اللقاء الرائع والممتع مع الكابتن احمد ناجي وابنته بالتاكيد امينه احمد ناجي.